عليكم. هذيك السيده اذا تقلم على راجل يكون متدين وبغات يكون داير النقاب عوض واحد، كاينين دابا ثلاثه، ولكن الشرط ديالهم هو انك تجوجي بهم بثلاثه دقه واحده. لا لي طايب مختلفين ومزيانين، وتبدلي نيت شويه وقت ما طلع لك شي واحد في راسك تلقاي الاخر موجود. مثلا انا اكس ال، انا الام، انا الميديوم، يعني اكس ال وام وميديوم، وقت ما طلع لك الدم تمشي عند واحد فيهم. كاينه حنا قابلين على الشروط ديالك، ما بينا نخرجوا وبينا نلبسوا النقاب حتى في الدار لا بغيتي لا لا، هالعار غير تجوجي بينا. وبالنسبه للنكاح راه ما يخسر لك الخطر، الحمد لله راه كاينين ثلاثه، لكن اعرف الرعد واللي طلع لك في راسك تمشي عند الاخر. وحنا الحمد لله راه ضراير متفاهمين، ما غاديش تلقي بيناتنا المشكل كاع. الا بنت جبينا كاع ثلاثة ما شي مشكل، وكما قال الاخ الا بغيتينا بثلاثة دقة واحدة حنا موجودين. وحتى الحجرة غادي نمشيو، ما غادي نديرو حتى شي حاجة ديال شي مشكل ولا شي نيشان، نمشيو بثلاثة للحج. جينا عافاك بثلاثة للحج باش دابزو ما خاصكو ما والو، حنا متفاهمين وحنا راه ولاد الدار، وحنا ولاد الدار، حنا ولاد جورنا، وحتى اللحم ديالنا غادي يكون سهل وما عندناش المشكل. وهادشي اللي كاين، الا عجبناك لالا وبغيتي تسترينا هالعار، هاد التليفون ديالنا غادي يطلع لك لتحت، والله يرحم لك الوالدين وشكرا. اتصلي بينا على هاد النمرة هادي اللي غادي تبان لك لتحت. هاي هادي تبان النمرة، وراه تا تسدو اتصلي دغيا، انت هي النحاس اللي غادي تغبر فيه نقرتنا. وحنا انا هو الميديوم، انا هو الميديوم، انا الاكس ال. الله يجازيك بخير لما استرينا هالعار. مع السلامة. عفاك عفاك.